هنا شنيا مهيب المهيب المهيب غنجربوها الاولى بسم الله الميكرو بلاش كيطير كيخشي صباعو في البريز يطيح التلفازه ما كتقدر ما دير ليك داك بلا وصافي خلي الدراري الصغار هما هادوك لا راه ماشي هما هادوك راه واحد المره دات معاها بنتها صغيره مشات عند كوافور مشات عند كوافور بدا كيغسل لها شعرها قبل ما يدير لها البروشين الدريه ما لقات ما دير ليها فهمتي تقنطات عطاها التليفون قالت لها كيلعبي بالتليفون تنساني شدات الدريه التليفون كتلعب به الكوافور كيغسل الماما شعرها الدريه كتلعب في التليفون ما يصوني يا بابا وهي تجاوب الدريه قالت لي الو بابا قال لها فين يا ماما قالت لي كيدوش لها عمو يتقطع المهم المراره كتنفس في التيوان دابا الدريه في الخيريه احنا واحد القضيه عندنا عرفتي الدراري الصغار ما كنعرفوش كيفاش نربيهم دابا مثلا كنقولوا لهم مثلا كتضرب وكتقول لي طح طح طوموبيل عنعن فهمتي خمزتيها خيخي لا راه سميو الاسماء بمسمياتها عاد كيقول اجي وري خالتي طوطو اش بغيتي طوطو راه كيغني الراب عندنا واحد القضيه كنقولوا لولادنا الصغار كنقول لهم كنبغيو زعما فهمتي نعقلهم كتقول لهم وعندك واحد يقول لك هكا فانيدة وتاخدها لا الدري راه كيبقى مكونسونطري مع فانيدة راه يقدر يعطيه تمرة يدي انا عرفتي دابا فاش كنت جاي عندكم جيت في طاكسي كنت جاي في طاكسي بان لي واحد الطاكسي شير كي حل الباب بان لي واحد السيدة باكا قلت بلا ما نبرزها سديت الباب مشيت الباب الاخر حليته انا نلقاها عاوتاني واحد المرة تبارك الله من هذوك اللي كيمشيو يشريو الحاوية بوحدهم لا واحد شويه الله يرضي عليك خلينا نجلس حداك عرفتي مع تبارك الله
تحركت في بلاصه قالت لي هانا. اش من هانا استاذه؟ عرفتي حطيت كتفي على كتفها قلت لها بلاتي على هانا. جي حطيت الرجل الاولى في الطاكسي الرجل الثانيه مع سبيت الباب وهي ترجع عندي. والله الطاكسي غادي هوك وانا غادي هوك. قلت لها استاذه شنو سماك الله؟ قالت لي سميتي رحمه. قلت لها مني الرحمه بحال ما هو كالعاده كيدير. بقيت غادي معاه بحال ما هو كان. قلت لها شوف اختي رحمه جيب اللوراني في واحد 400 جبدها خلصي من الطاكسي الموت والحياه هادي. بقيت غادي فتحت الضغط شويه تقول من الطاكسي ما تنساش ندوزو نهزو صاحبتي. عرفتي بقيت غادي تقول لي هاي هاي صاحبتي. عرفتي مني شفتها كبر من هادي اللي ورايا. عرفتي معاك تحط الطاكسي وانا نتليفرا. عرفتي شنو كيديرو؟ كيديرو الفقر. شوف دابا باك مني كيكون ما عندوش فقير اش كيبدا يدير؟ كيبدا يدوزك حدا الفيلات هنا ديال الرباط كيبدا عليك 77 الارض هنا كانت دايره 300 ريال المترو. انت فين كنت؟ شنو الرباط كامله؟ شو دابا كاين اللي كتلقى عنده طوموبيل دايره 300 400 مليون كيوصل قدام سوبر مارشي كيقدر يخلي الدجاجه محلوله يهبط نص ساعه ويعاود يرجع عادي. كاين اللي عنده سوبر 5 شارع ب 50000 بغا يطلع للدار يجيب لاكارت ناسيونال ويهبط كيدير لها ويت ويت ولكن ما كيتركش في التكنولوجيا كيدور على البيبان بابا يقلبو كيطل من لتحت حيت الحديد الحديد كتعرفو من السميه ديالو كيكون عنده اسم مركب مازي راطي لومبر جيني رونج روفر داسيا ديزولي حيت داسيا جات من الدس. اي واحد كيكون يلا واخد البيرمي كيقول غناخد داسيا نطلق فيه يدي كيولي طالق فيها عروقو. ما كيقتل هذا عنده داسيا وكيدير لها جوانت الومنيوم وتطول قدام داسيا كيدير لها الكوير داسيا صحيبي شي اللي كانت عندك داسيا وغادي مخرج يدك من الشرجه وما طارق الشابيه راك هكا تخربق ادخل راه يقطع عليك شي واحد. نتوما اللي كاينين هنا كاملين باش تعرف طوموبيلتك ما زاويه والو هي ملي كتوقف في الفيروج كيجيو الطلابه كيدورو على الطوموبيلات كاملين كيجي تال الطاسي كيقول لها اللي فيها يكفيها. كيفاش تسكيري بيري من جبتها تسكيري بيري شنو هي تسكيري بيري عندي فاش الرباط راه عندهم حاجي بالراس ديال الشعب تخطاق لي تسكيري بيري كل تسكيري بيري الطوموبيلات عاد هذاك اللي عنده الدوستر ناري 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 اللي عنده الدوستر العقل الباطني ديالو اش كيقول لي رونج 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 من الدوستر ملي كيبغي يدخل لشي قهوه اش كيدير؟ ما كيبلاصيش طوموبيلته مزيان ديما كيحطها في الدوزيام بوزيسيون وكيدخل وكيريح في القهوه. علاش؟ باش شويه يطلع عليه العزاف يقول لي شكون هو انا مول الكات كات الكحله داس يا صحيب. هادشي دابا اللي عنده مرسيدس كتسمع عنده مرسيدس اودي عنده اودي فهمتي رونج عنده رونج داسي كتسمع عنده عداسي حيت كاينه واو الجر وكاينه تاء التانيث وكاينه عين الحكره فهمتي عداسي كتسمع عينيه خضرين عالي لونجي شعره طويل عامره سقان تكشيتها زوينه فورمتها زوينة عاد بولش عيالات راه خطرة ولكن حتى حنا الرجالة واحد الميكروبات صغيورين. شو دابا الراجل ملي كيبغي يتصالح مع خطيبته ولا مرته كيجي عندها وكيقول لها والله حبيبة إلا غنعوضك على كاع داكشي اللي ضاع هاي على أسيغونس شنو غتعوض؟ شوف حنا عندنا واحد القضية الزواج في المغرب في العام الأول كيبدا بالورود والفواكه كيبدا يقول لها التفيفيحه ديالي نويويرتي البريقيطه ديالي الاناناسه ديالي. العام الثاني كيدخل في الخضار وجه اللفت درت لي القوق فورمة القرا. العام الثالث كيدخل لعالم الحيوانات
العقرب ديال امك، اللفعة ديال اختك، مالا داك الارض ديال خوك حتى يترطب، ملي كيسالي منك كيدور راسو انا اللي حمار تابعك. شو عندك واحد الحاجة دابا في البلدان ديال العالم، سبحان الله العظيم، البلدان ديال العالم ضروري كتلقى شي واحد لاباس عليه تجوج بالخدامة، ولا كتلقى شي وحدة لاباس عليها تجوجات بالجارديني. حنا في المغرب لا، اللي لاباس عليهم كيبقاو يتوالدوا مع بعضياتهم والحزازيق مع بعضياتهم. على حسب الصالير ديالك، على حسب المرأة اللي غتاخد، عندك 40,000 في الشهر غتزوج وحدة سميتها حفيظة، كتلبس هذيك البيجامة ديال المانطا وعزيز عليها مداولة وخيط أبيض. 60,000 في الشهر غتاخد كوافورة ولا فرملية، كتلبس هذاك الصباط كتقول لك ميديكال، مشات لحيداتو الرياض كاملة تموت. 5,000 درهم في الشهر غتاخد وحدة سميتها فاطمة الزهراء خدامة في سونتر دابين مسمومة. هاي فهمتي، كتقول لهم فاتي، كتقول لك الكارو رقيق وكتقول لك راه صحي. 10,000 درهم في الشهر كطلع النيفو، طبيبة فرملية، ولادك سميتهم آلاء روها، هادي إلا ولدتيو معاها، حيت كتقول لك 4 سنين الأولى ما نولدوش فيها شنو غنبقاو نحضروا الأولمبياد. اللي عنده 20,000 درهم في الشهر، اللي عنده 2 مليون ما كيتزوجش، كيبقى يطوط حتى كيجيبها براسو. وعندك واحد القضية دابا، الراجل مثلا إلا بغات المرأة تعرف راجلها واش فهمتي واش كيدي فيا، عندك حاجة وحدة اش ديري؟ سمعوني الرجالة سمحوا لي، شي اللي عطى الله غنحط كلشي اليوم. لا هو قال لا راه غنقول واش نقول؟ لا بغات تعرف واش كيدي فيا ولا لا اش غدير؟ غتعيط ليه من نمرة بريفي ما يقول الو تسكت، داك الشيء باش ما قسم الله غيكون. حيت انا والله الا درت مع دري صاحبي عيطت ليه من نمره بريفي وانا نسكت، بقى ساكت واحد 8 ثواني ويقول لي واش حنان غنبقاو بحال ما قال لي ما عرفتش حنان شنو درت، انا ما عرفتش واش درت شي غلطه حنان، انا غنموت. بدا كيبكي والله العظيم الا بقى فيا تخرج معاه. عندك الرجال ملي كيحصلوا، عندك النوع الاول ملي كتحصلوا مرتو كتقولي درتي ودرتي ودرتي كيتزمر، هذاك العيالات حاولوا تحافظوا عليه راه باقي عنده الدم في وجهه. النوع الثاني كتحصلوا مرتو كتقولي درتي ودرتي ودرتي كيقولها انا عرفي هو، هذا النوع الثالث هو داك السلقوط الدياني، ملي كيحصل ما كيلقى ما يدير كيدور الدين كيبدا على الشيطان هو الضحى، وحنا ماشي دايرين هادشي، وربي كيسامح وعلاش انتي ما تسامحيش. كتلقى الشيطان هاز بابي جينيك وكيطلع عليه من الطواليط كيقول لنا عاد الله يوعيك. خير الحمد لله بعدا مني ولينا كنتجمعوا بحال ما هكا راه مزيان، راه عقلتوا ايامات كورونا، ناري ايامات كورونا ولينا كنتسالموا بحال ما هكا. أكبر قالب هو داك كورونا، أنت كتحل الباب ديال العمارة من الفوق زعما راه ما نسى حتى واحد، فهمت؟ واش ولينا كنديرو التعقيم تنغسلو أي حاجة، أو بنادم فلوس ولا تيغسلهم بلا نقول، 20 درهم كتغسلهم 30 درهم ديال لا نقول، كنا نحتيها. أنا راه باقي عاقل في يامات كورونا، يامات كورونا الوالدة مشات نهار الجمعة، مشات تبغى دير لينا كسكسو، مشات تقداش كفة، جات الكفة حطاتها قدامها. حطات لانكول، غسلات خيزو بلانكول، سلاوي دارتو فلانكول، لي شوف لانكول، بطاطا فلانكول، قرعه تا هي جاتها كبيره قرضاتها رقداتها بلانكول، بغات تبدا تكسكس غسلات يديها بلانكول. المهم صايبات لينا واحد القصريه الله يعفو علينا، حطات لبن بغات مشروب قالت لي بلاتي دارت فيه واحد المعلقه ديال لانكول. ايوا ضربنا هذيك القصريه الله يغفر لينا، مشينا بغينا ننعسو، علا حنا نعسنا. واحد شويه كنسمع الوالده مخرجه راسها من الشرجم كتقولي ما كاينه لا كورونا لا وين. واحد اختي الله تزوجات شارقه على راجلها قالت لي اش كدير ليا في بيتي، جيت انا شنقت عليك قلت لي اش كدير اختي في بيتها،
الوالد معزيز عليه الكسكسو باقي كياكل الكسكسو في الصالون. سمعنا كنغوتو قال لنا هاد البار هاد الشيء علاش ما كنبغيش نجي ليه. واحد شويه تم طالع خويا كيجري مع الدروج قال لنا ناري ناري مالي الوقت. الوالد سمع مالي الوقت هز القصريه لا حمل البارك ما طيحت لا كور ديال الناس اللي كاينين لتحت تا هما يلاه دار من القصريه ديال الانكول. طلع ولدهم كيجري كيدق في الباب حلينا ليه مع ضرب الانكول قال لنا خرجوا لي مرتي. ما عرفنا من خرجوا لي خرجوني لي انا. ومنين دابا خصو يصبر راه غيديروا لي داتا. Thank you.